سنة 2012 والبند ألف من القسم الأول والبند ب من القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول. والبنود أرقام 1 و2 و20 و46 و69 من قرار وزير الداخلية رقم 1225 لسنة 2007 لإعادة حصر المواد المفرقعة التي تعتبر في حكم المفرقعات، والمواد 17 و30 و32 من قانون العقوبات. حكمت المحكمة حضوري المتهمين من الأول حتى الخامس عشر ومن الثامن عشر حتى الحادي والعشرين، وغيابيا للمتهمين السادس عشر والسابع عشر والثاني والعشرين والثالث والعشرين. أولا وبإجماع آراء ضباط المحكمة بمعاقبة كل من المتهمين السيد عطا محمد مرسي المكنى أبو عمر المتهم الأول، مديح رمضان حسن علاء الدين حركي عماد المتهم الثاني، عمار الشحات محمد السيد إبراهيم سبحة حركي خالد المتهم الثالث بالإعدام شنقا عما أسند إليه. ثانيا بمعاقبة كل من المتهمين عمرو جميل محمد نصر المتهم الثاني، محمد أحمد توفيق حسن المتهم الرابع عشر، ياسر محمد أحمد محمد خضير المتهم الخامس عشر بالسجن المؤبد عما أسند إليه. ثالثا بمعاقبة مالك أنس محمد سليمان بدوي المكنى أبو أنس المتهم التاسع بالسجن المؤبد عما أسند إليه في بندين الاتهام. ثالثا الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون. وتاسعا حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام. عبد العزيز محمد مطارد حركي عمر الحادي عشر، هاني صلاح أحمد فؤاد بدر وشهرته هاني السلفي المتهم الحادي والعشرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة عما أسند إليهم في بند الاتهام. ثالثا الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون. سادسا بمصادرة الأسلحة والذخائر والمفرقعات المضبوطة ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي للمحكوم عليهم وإعدام وحدات التخزين الإلكترونية المضبوطة لحوزتهم. سابعا إلزام المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية. ثامنا ببراءة كل من طلبة مرسي طلبة المتهم الرابع، محمد عبد الرحمن جاد محمد المتهم السابع، عبد القادر حسين عبد القادر طه ثاني عشر، محمد عنتر هلال غندور سليمان الثالث عشر، الشحات محمد السيد ابراهيم سبحة الثامن عشر، سعيد عبد الرحمن جاد محمد وشهرته سيد التاسع عشر، عبد الرحمن هليل محمد عبد الله العشرين مما نسب اليه من الاتهامات. تاسعا ببراءة كل من محمد ابراهيم صابر وكنيته ابو الفرج شهاد الدين المتهم الخامس مما نسب اليه في بدلين الاتهام. رابعا قتل مقدم محمد عبد السلام عمدا مع سبق الاصرار والترصد.